بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن النادي الأهلي أن الهيئة التحكيمية بمركز التسوية والتحكيم ألزمت عبد الله السعيد لاعب الفريق الأسبق واللاعب الحالي لفريق بيراميدز بأداء مبلغ 2 مليون دولار أمريكي إلى النادي الأهلي. في مصدر بالنادي الأهلي صرح بأن السعيد مطالب بدفع المبلغ بالكامل للنادي الأهلي قيمة الشرط الجزائي اللي كان منصوص عليه في التعاقد المبرم بين الأهلي والأهلي السعودي والذي انتقل إليه اللاعب. وكان العقد بينص على أن يقوم اللاعب بدفع 2 مليون دولار حال عاد إلى الدوري المصري. والأهلي كان حرك في وقت سابق شكوى في مركز التسوية والتحكيم الرياضي من أجل الحصول على المبلغ اللي تم الاتفاق عليه. الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قد فض شكوى النادي الأهلي لنادي أهلي جدة مع إلزام النادي الأهلي بدافع 15,000 فرنك سويسري في شهر إبريل سنة 2020. تجدر الإشارة إلى أن عبد الله السعيد عاد إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية سنة 2019 بعد فترة قضاها في الأهلي السعودي. أشرف عبد العزيز محامي لاعب بيراميدز عبد الله السعيد قال إن موكله لم يتم اختاره بأي شيء رسمي من قبل مركز التسوية والتحكيم بخصوص العقوبة الموقعة عليه لصالح النادي الأهلي. وأضاف محامي اللاعب عبد الله السعيد أنه لم يتم استدعاء اللاعب بعد من جانب مركز التسوية والتحكيم في اللجنة الأولمبية، ولم يعلن بعد عن قرار العقوبة، وإنه بينتظر حيثيات الحكم لدراسته. وأتم المحامي تصريحاته بأنه هيجلس مع موكله خلال اليومين المقبلين لمعرفة حيثية الحكم حال صدوره ودراسة الخطوات التالية له، مضيفا أن كان من المفترض أن يحدد مركز التسوية والتحكيم جلسة لعبد الله للاستماع له ولمحاميه، ولكن هذا لم يحدث. باع الأهلي عبد الله السعيد إلى نادي أهلي جدة السعودي في يوليو سنة 2018 بعد الأزمة الشهيرة اللي تفجرت بعد توقيع عبد الله السعيد لنادي الزمالك، وضمن النادي الأهلي عدم لعب عبد الله السعيد لأي فريق مصري ببند في العقد. لكن اللاعب فاجئ الجميع بأنه رجع مصر بعد أشهر قليلة من بوابة نادي بيراميدز في يناير سنة 2019. عبد الله السعيد فسخ تعاقده مع أهلي جدة وعاد للانضمام لبيراميدز دون أن يحصل الأهلي على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم بين النادي القاهري وأهلي جدة واللاعب عندما انتقل السعيد إلى صفوف النادي السعودي قبل 3 أعوام. وكان الأهلي كلف مستشار القانون الراحل حلمي عبد الرازق وبالتعاون مع اللجنة القضائية بالنادي باتخاذ إجراءات قانونية أمام مركز التسوية والتحكيم لحفظ حقوق النادي في العقد المشار إليه. الأهلي قدم لهيئة التحكيم كافة المستندات اللي تؤكد على أحقية النادي في الحصول على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد، اتفق عليه في حالة التصرف في اللاعب من جانب الطرف الثاني سواء بإعادة البيع أو الإعارة خارج مصر يجب أن يلتزم الطرف المشتري أو المعار إليه اللاعب فيما بعد خلال المدة المحددة سالفة الذكر بذات الشروط الواردة بهذا العقد والخاصة بحقوق النادي. وتضمن العقد أيضا شرطا جزائيا متفق عليه في البند السابع، وجاء نصه كالتالي: من المتفق عليه في حالة مخالفة أي من الطرفين الثاني أو الثالث اللي هو اللاعب عبد الله السعيد لأي بند من بنود هذا العقد فإنه يلتزم بدفع مبلغ 2 مليون دولار أمريكي كشرط جزائي متفق عليه، ولا يجوز زيادته أو نقصانه بأي حال من الأحوال، وتسدد فور وقوع المخالفة. تفاجأ الجميع بقى يوم الجمعة 4 يناير 2019 بقيد عبد الله السعيد ضمن قائمة فريق بيراميدز، وتم إشراكه بذات اليوم ضد الأهلي في المباراة التي أجرت بين الفريقين في بطولة الدوري المصري، ونجح في تسجيل هدف أمام فريقه السابق في المواجهة الشهيرة التي انتهت بفوز بيراميدز 2-1. إن كان الفيديو قد أعجبكم الرجاء دعمنا بلايك والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد من قناتنا. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زكي.